بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس علي الناصر. هنكمل مع بعض سلسلة شرح سوليد ووركس خطوة بخطوة، وده الفيديو رقم 9. هنشرح الفيتشر بتاع الخاص بالريفولف بيز أو الدوران. نبدأ نفتح البرنامج، اختار فايل نيو بارت، هرسم على أي سكتش، على أي بلين سكتش. طيب دلوقتي انا واحنا عملنا مستطيل مثلا بالمنظر ده، خرجت من السكتش ورحت اخترت ريفولف بيز وقلت ان الكونتور بتاعي هو ده، تمام، ومحور الدوران او محور الدوران هيبقى الخط ده. عمل ايه؟ عمل اسطوانة للمستطيل. طيب عندي برضو اوبشن هنا بلايند اب تو فيرتكس، ونفس الاوبشن الموجوده في الامر بتاع الاكسترود. طيب ممكن هنا تحت برضو الزاويه ممكن اغير فيها، ده الموضوع على 360 اخليه مثلا 270. بص المنظر هيبقى عامل ازاي، اقول لك حاجه زي كده، هدوس اوكي طلع شكل بالمنظر ده. طيب لو انا رسمت على التوب بلين برضو شكل تاني، خدت سكتش كليك شمال وبختار سكتش، تعالى نرسم مثلا مستطيل برضو تاني حاجة كده، تمام، وهاخد لاين، هدوس على اللسان اللي جنب اللاين واختار سنتر لاين، خلي سنتر لاين مثلا هنا المنظر ده، وهعمل كليك وادوس سيلكت عشان اخرج من الامر او سكيب، تمام، واخرج من السكتش واروح على ريفولف. اوتوماتيك فهم ان انا لما عملت المحور ده فاهم ان هو ايه، ده محور الدوران عشان عملت سنتر. اختار هنا محور الدوران اللي هو السنتر لاين ده، وفي الكونتور اختار الكونتور المستطيل، تمام، ودور لي المستطيل ده على 360 درجة، تمام، اداني شكل بالمنظر ده. شايف الجاب اللي في النص دي؟ الثقب ده ظهر معايا عشان انا دورت المستطيل ده على الخط ده وسايب مسافة في النص، فاداني بسم الله اسطوانة، الرحمن الرحيم. اداني اسطوانة بالمنظر دوت فيها ثقب بالشكل ده. طيب لو خدت سكتش على التوب بلين، دوس كليك شمال، موقف عمودي من الهيد بار كده، واختار مثلا دايرة وارسم دايرة بالمنظر ده، واعمل خط في نص الدايرة دي، اسف خط، تمام، واقطع نص الدايره كده واخرج من السكتش. انا عايز دلوقتي اعمل كوره، عشان اعمل كوره لازم محتاج نص دايره وادورها حوالين محورها. اخرج من السكتش واروح على فيتشر واختار ايه، ريفولف بيز، واختار المحور الدوران اللي هو ده، واختار من الكونتور هنا، لازم اتاكد ان ده الكونتور، تمام، وابدا ادور الجزء وادوس اوكي، عمل لي ايه، عمل لي كوره بالمنظر ده. طيب لو خدت برضو سكتش على التوب بلين، دوس كليك كده وارسم سكتش هنا، مجرد ان انا رسمت لاين بالمنظر ده ولاين تاني، لاين من نوع السنتر هنا مثلا، تمام، دوس سكيب، ادوس عليه كليك واتاكد ان هو فيرتيكال، تمام، هخرج من السكتش واروح على ريفولف، اختار ان ده ايه، ده الحاجه اللي انا هدورها. لو انا عاوز ادور خط هيظهر معايا الاوبشن بتاع سن، تمام، سن هو الايه، الاوبشن اللي يدور لك خط معين بأي قيمة انت عايزها. محتاج برضو محور دوران، لازم اختار محور دوران. لو اختار محور دوران غلط بعمل كده كلير سيلكشن هنا واختار محور دوران ده مثلا، تمام، يبقى ده محور دوران والكونتور هو الخط ده، تمام. عمل لي ايه بقى؟ دور لي الخط ده واداله سماكة، دوره على كام، على 360 اللي انا مختارها هنا من بلايند، السمك اللي هو عمله او
الخط ده دوره اداله سمك 10، ممكن اغير السمك زي ما انا عايز، ممكن اخليه 50 مثلا. بص عمل لي ايه سمك للخط ده، ممكن اخليه للداخل او للخارج زي ما انا عايز. تمام، نفس الاوبشن اللي احنا خدناه في ايه في الاكسترود بيز. طيب بص كده، الاسطوانة دي لو انا عايز ارسم عليها جزء بالمنظر ده هنشوفه. بص اخدت هنا الرايت على التوب بلين عمودي، وخدت سكتش ورسمت قوس اللي هو في السنتر ده، تمام، وخدت ده السنتر ودي النقطة الأولى ودي النقطة التانية، ورحت خدت لاين قفلت الشكل المنظر ده، تمام، خرجت من السكتش. دلوقتي أنا راسم نص دايرة وعايز أدورها حوالين الأسطوانة دي، هروح أختار ريفولف، أختار الكونتور اللي أنا عايز أدوره، هو ده الكونتور. محتاج محور دوران، فين بقى محور الدوران؟ محور الدوران ممكن تختار الدايرة زي دي مثلا، ايدج زي ده، لازم يبقى سنتر الدايرة دي مش الايدج ده. طيب هنا مفيش محور دوران تدور عليه، يبقى لازم تختار تعمل محور دوران او تعمل اللي احنا هنعمله دلوقتي، تعمل temporary access من هنا من الفيو ديت العين دي، بتدوس temporary access بيحط لك اكس او محور لاي حاجه دائريه. لو دخلنا بقى على الريفولف تاني، اخترنا السكتش ده، بدوس على اللسان واختار السكتش اللي انا هدوره، تمام، واختار كونتور، هو ده الكونتور، محور الدوران هيبقى الاكس ده. بص دور لي ايه، دور لي نص دايره على الاسطوانه بالشكل ده، دوس اوكي. بس دورها بالمنظر ايه، عملت ازاي؟ طيب لو انا عايز اخليها بزاوية معينة مش 360، نعمل edit كليك يمين و edit feature وخليها مثلا 240 مثلا، هدوس اوكي done. بص عمل لي ايه، عمل لي extrude بالمنظر ده. وبكده يبقى الدرس بتاعنا انتهى، ونتقابل بإذن الله في دروس اخرى.